برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج لايف كلينيك. لايف كلينيك برنامج بنناقش فيه كل ما هو جديد في المجالات الطبية المختلفة، وبيكون دايما معانا نخبة كبيرة من الأطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. ولو ليكم أي استفسارات أو تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا على 1480 من أي تليفون محمول أو من أي تليفون أرضي على 09000841. موضوعاتنا دايما مهمة لحياتنا وصحتنا. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن أهم الأمراض في فصل الربيع، وهيكون الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو دكتور مصطفى نبيل، أخصائي أمراض الصدر والحساسية. أما الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن إزاي ممكن ننمي ونطور قدرات ومهارات الطفل، وهتكون الدكتورة اللي مشرفانا في الاستوديو أستاذة الدكتورة أميرة عبد الفتاح إدريس، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتورة، شرفتينا. يعني الطفل عموما يا دكتورة مهم جدا إن احنا نحاول نطور دايما وننمي قدراته ومهاراته. خلينا نتكلم في البداية، إيه هي المشاكل اللي ممكن تواجه نمو وتطور قدراته ومهارات الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعتقد أن مهارات الطفل الحديث الجديد بالنسبة للأم جديدة أول مرة يبقى عندها طفل، دايما بتبدأ بعلاقتها بيه داخل الرحم. يعني العلاقة ما بين الأم والبيبي بتبدأ من الرحم، اللي هي مجرد أنها تبقى بتحسن التغذية، بتحسن ساعات الراحة ليها أثناء فترة الحمل، ده بيخليها تولد ولادة طبيعية كويسة، ويبتدي يبقى عندها طفل تتواصل معاه وتحاول تنمي قدراته. دايما بتيجي الأمهات تسأل أنا ببقى متوقعة إيه من ابني عشان أقول قدراته الذهنية كويسة أو قدراته الحركية كويسة أو إمكانياته كويسة، فلازم يبقى عندها شيء من المعلومات اللي هي الأساسية اللي تقدر منها تحكم على طفلها هل هي قدراته طبيعية، هل قدراته بتنمو بطريقة طبيعية ولا لا. وطبعا ده بيبقى محتاج طبعا علاقة وثيقة جدا جدا في الفترة الأولانية ما بين الأم والطفل، وبعد كده بنيجي نلاقي مكان لعلاقة الطفل بالأب بعد كده في فترة متقدمة. طب خلينا نمسك جزء جزء يا دكتورة. يعني مثلا حضرتك قلت ان اكيد طبعا بداية العلاقة ما بين الأم والجنين بتبتدي حتى من هو في بطنها، ان هي تهتم بالتغذية وامور اخرى كتيرة، لكن ازاي الأم بعد الولادة تطمن ان ابنها، يعني ايه هي الاساسيات اللي ممكن عشان يبقى عندها معرفة كويسة ان هي نمو طفلها كويس و مهاراته يعني ماشيه وقدراته ماشيه في الطريق الصحيح. وطبعا انا هاكد تاني على الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه وجدوا انها ليها علاقه جامده جدا جدا بتطورات الطفل الفكريه ومهاراته، وابتدى يبقى في دراسات بتقارن ما بين الاطفال اللي اخذت رضاعات طبيعيه وقدراتهم ومهاراتهم ما بين الاطفال اللي حرمت من الرضاعه الطبيعيه وكانت دخلت فيها الرضاعه الصناعيه، وتاثيرها على الادراك والحركه والمهارات بتاعه الاطفال. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا دايما بيبقى في شيء زي ما قلت حضرتك من المعلومات، يعني مثلا لازم هي تبقى عارفه ان مثلا عند سن 6 شهور الطفل بيبتدي يقعد كويس، يبتدي يعني يتلمس الاشياء ما بين ايديه اليمين وايديه الشمال وينتقلهم من يد الى اخرى، يبتدي يحاول يتحرك، دي قدرات حركيه. في نفس الوقت بنقول لازم في قدرات وامكانيات ذهنيه عقليه، يعني ان هو ابتدي يتعرف على امه كويس قوي، دي من القدرات العقليه، ان هو يبتدي يتعرف عليها، يبتدي يبتسم لها، يبتدي يعرف الغرب منهم. هنا بقى انا بقول ان بيبقى تركيز الامهات للاسف شديد على التغذيه، كبر، زاد في الوزن، طول، قصير، راسه كبيره، راسه قليله، لا، لازم يبقى فيه اهتمام شويه بتطوراته الحركيه والادراكيه. يعني وده المفروض ان هو بقى يبقى فيه متابعه متواصله مع الدكتور عشان وهي برضو لازم حياتك النمو تنتقي بقى التعاملات معاه. يعني مثلا من بعد 6 شهور نبتدي يبقى فيه شويه نوع من انواع اللي هي تحفيز خلايا المخ للادراك، يعني يبتدي بقى مش كل الالعاب هي عباره عن مثلا العربيه اللي بتجري او الطياره اللي بتتحرك، لا، يبقى لازم فيه حكايه اللي هي التلامس، ويبتدي ارتباط الصوت بالشكل، يعني مثلا تبتدي تعمل الاصوات بتاعه الحيوانات عن طريق اللي هي الاجهزه الجديده اللي ممكن تبقى يتربط فيها الصوت بالشكل، يبتدي يبقى فيه المكعبات والتلامس الحاجات دي، ومع سن سنه ونص يبتدي يبقى فيه الحاجات اللي بقى فيها نوع من انواع البرين ستورمنج اللي هو تخليق كيفيه عقليه للطفل بيبقى فيها تطور ايجابي جدا. النهارده الميديا يعني دايما مهم يا دكتوره ان الالعاب اللي الطفل بيلعب بيها بتنوي قدراته، لازم. يعني وممكن هو حتى يستخدم عقله فيها. ان هو
لو في حاجات يركبها فوق بعض بطريقه معينه بطريقه مختلفه، دي اللي بتخلي تنمي القدرات وتطور النهارده التكنولوجي طبعا. حسن قوي القصه دي، وتلاقي امهات كتير جدا تقول لك انا ابني في التكنولوجي كويس جدا. طبعا هو التليفونات المحموله والايبادز والكمبيوترات خلت شويه ان الاطفال ابتدى يبقى عندها قدرات ومهارات الحقيقه لازم تنمى ايجابيا مش سلبيا. ما هو ده النقطه يا دكتور طبعا، ما هو يعني دايما فعلا التكنولوجيا في تطور جديد، وكل ودايما كل سنه بيبقى فيه حاجات جديده ومختلفه وفيها امكانيات اكتر وتوسع اكتر. بس اكيد التكنولوجيا دي ليها ايجابيات وسلبيات. بس خلينا نجاوب السؤال وناخد اتصال. الو، بعد الاتصال. الو، ازيك يا مدام فاتن؟ زي اهلا مدام فاتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اسال الدكتوره؟ طبعا حضرتك اتفضلي. اهلا يا دكتوره. اهلا يا فندم، اهلا بيك. بالنسبه حضرتك للقدرات الذهنيه للطفل وخصوصا في الدراسه، يعني مثلا في بتتفاوت من ذكاء الطفل بالنسبه للتاني، فانا ما عندي طفل بيكون بطيء الفهم شويه، ده اتعامل معاه ازاي في الدراسه علشان ان انا اوصله المعلومه؟ دي برضو بتبقى مشكلة عندي، ان انا بيبقى عندي في بطء شديد في الفهم. فالحل بتاعها ايه؟ حاضر، في ليكي اي استفسار تاني مدام فاتن؟ شكرا استاذ، تابعينا. شكرا على الاتصال. هو حضرتك طبعا لازم الشق ده يدرس من اتجاهين، اتجاه جسماني عضوي واتجاه ذهني فكري. يعني لازم بالنسبة لها هي تتأكد ان ابنها بيتغذى تغذية كويسة جدا، ان هو ما يكونش عنده اي انيميا او اي اعاقة جسمانية تأثر على التطور والنمو والاستيعاب. هي ثم انيميا يا دكتور ممكن تأثر على التركيز طبعاً. او ان الطفل يذاكر كويس. من اكتر الحاجات اللي بتقلل تركيز الاطفال في المدارس نقص الحديد، انيميا الحديد، واحنا الحقيقة من البلاد اللي عندنا نسبة نقص الحديد عالية جدا. فدي من الحاجات اللي ما بتتدرجهاش الام، بتعتمد على ان هو بياكل ساعات اكل زي جانك فودز او اكل مش مفيد شويه، وبرده بيبقى في مشاكل عنده مثلا في الهضم ممكن تؤدي ان يبقى عنده انيميا او نقص في الحديد. دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي التركيز ضعيف جدا. اول ما بتحسنيها التركيز والاستيعاب بيتحسن جدا. طب بنحسنها اللي هو بنحسنها ازاي يا دكتوره؟ يعني في اكيد اطعمه معينه او اغذيه معينه بتحتوي على نسبه عاليه من الحديد هتساعد ان هو. انا بقول في الحالات اللي زي المشاركه اتكلمت فيها لازم اتاكد فعلا بمعمل كمان، يعني انا لو شايفه استيعابه مش طبيعي او في بطء شديد جدا، لا اتاكد اعمل له صوره دم واعمل له نسبه حديد واتاكد ان ما عندوش نقص حديد او عنده انيميا حديد، لان ده شق اساسي جدا هنتغافله هنحطه سايد ويز او مش هنبص له، وهنركز بقى على منشطات وعلى حاجات تانية مش هتبقى هادفه ومش هتحقق ايجابيه في المشكله دي. ثم نتجه بقى لموضوع اللي هي قالت عليه الاستيعاب. الاستيعاب النهارده ما بقاش كلمه استيعاب مجمله، النهارده الاستيعاب ده بقى عباره عن تفصيلات. يعني بنروح عن طريق ناس، بعض الاخصائيين في السايكولوجي بتاع الاطفال وعلوم التربيه ممكن يقول لي ان انا عندي مشكله مع ابني في الحساب، عندي مشكله مع ابني في العربي، عندي مشكلة مع ابني في اللانجوج اللغات الأجنبية، عندي مشكلة مع ابني في الرسم، يعني ان هو يربط الدوائر او كده. دي بقت النهارده فيها شيء من التخصص، ان ده بيبقى له طريقة من التريننج او التدريب او التحفيز له بتصلح جزئية محددة. تيجي وما تقول لك الولد ممتاز في كل حاجة ما عدا الحساب، ممتاز ما عدا الميموري. في الميموري عنده اللي هي الذاكرة عنده فيها مشكلة، يعني بيسمع كويس قوي وبيستوعب كويس جدا جدا ويشرح ويفهم لكن ما فيش ميموري. فالحاجات دي وصلنا النهاردة انها اسمها learning disabilities، بعض الاعاقات في التعليم، وبتحتاج الى تشخيص تدقيقي لان كل حاجة او كل حالة فيهم بتختلف تماما عن غيرها. هي النقطة دي مهمة جدا يا دكتور، لان ساعات الام او الاب ما بيعرفوش يتعاملوا بطريقة صحيحة مع الطفل، يقول له انت اخوك التاني احسن منك، انت مش غبي مثلا او مش بتركز. فياريت تقول لنا برضو يعني غير اللجوء، يعني اكيد هو هيلجأوا لحد متخصص في الموضوع ده، هم في البيت يتعاملوا معاه ازاي صح، بحيث ايه هي الطريقة الصحيحة اللي ما تخليش الطفل يخليه يعني يحسسه ان هو بني ادم او انسان مستوى قليل. برضو جزئين، الجزء الاولاني انا دايما بأشفق جدا على الامهات اللي هي بتحاول
تضغط قوي على الولاد، اللي هي بتحاول تفوت بيه يعني مراحل المفروض تاخدها بتأني، يعني تلاقي مثلا بتجيب له مدرس خصوصي وبتحاول زي ما بيقولوا بتشربه المعلومه بالمعلقه بالعافية. وفي الاخر هتلاقي عند ستيج معينه او مرحله معينه من التعليم هيوقف معاها، مش هيقدر يكمل، مش هيستوعب. فده طبعا ضغط نفسي جدا جدا وعبء يعني قوي جدا على الاطفال في سن مبكر. انا شايفه ان ده خطأ شديد. يعني انا شايفه ان مثلا لو الام لقت ان استيعاب ابنها مش متواصل جيد وان النتائج مش بالشكل المعقول، هي لازم ما تضحكش على نفسها، يعني زي ما بيقولوا ولو نزلنا بيه درجه دي مش نهايه العالم، ودي ممكن يحصلها بعد كده وما فيهاش مشكله خالص لو نزلت بيه لحد ما تحس ان هو عنده قدره احسن. حيث بتلاقي في بعض المدارس الاجنبيه ما بياخدوش الاطفال قبل مثلا 6 سنين في كي جي 1. احنا مدارسنا بنبقى سعداء قوي ان احنا غيرنا شهاده الميلاد ودخلنا الولد وهو 3 سنين ونص. يعني قدراته العلميه هو يدخل مدرسه جدا. مع ان قدراته العلميه هو طفل طبعا. لا يتحمل اعباء الدراسه والحفظ والاكتناز المعلومات، دي شيء مجهد جدا عليه. فاحنا بنبقى سعداء قوي ان هو هيدخل 3 سنين هيتخرج بدري. انا بشوف ان ده عبء شديد عليهم طبعا. يعني ده عبء شديد. فلازم هي تتوالى تتعرف على المشكله، تواجهها بايجابيه شديده جدا وتتعامل معاها بهدوء شديد من غير المغالطات زي ما حضرتك قلتي ان اخوك احسن منك او ان كذا او كذا. ثم انها عشان ما تعملش عنده مشكله نفسيه لازم تنمي عنده بعض المهارات الاخرى. زي يعني هو مثلا عنده مشكله في مثلا في الحساب او عنده مشكله في الميموري في الذاكره، لا انا نمي عنده الرسم، ممكن اوديه ياخد دروس رسم، ممكن اوديه ياخد ممكن دروس هو يبقى رياضه في حته معينه احنا مش شايفينها. يعني ابتدي بقى ادور على شيء ايجابي عنده على حاجه وانمي هذا طبعا. الشيء الايجابي لحد ما يبقى الايجابيات عنده توصل الى حد ممتاز يتواصل معها بقيه الامكانيات كلها، وده ممكن يخليه يبدع اكتر في المجالات اللي هو ممكن هو ما يكونش كان مش كويس فيها، لان هو شايف نفسه لقى نفسه في حاجات اكتر بتطور قدراته ومهارته. طيب انا بس عايزه انوه بالنسبه للاتصالات، ممكن تتواصلوا معانا على 1480 او 09841. دكتور انا عايزه ارجع معاكي للسؤال اللي قبل الاتصال وهو عن التكنولوجيا، ازاي ممكن التكنولوجيا يكون ليها تاثير سلبي؟ يعني امتى تكون ليها تاثير سلبي وامتى يكون ليها تاثير ايجابي؟ هو حقيقة التكنولوجي والالعاب بتاعت الاطفال الالكترونيه دي طبعا فيها ايجابيه يعني قويه جدا ولا نغفلها الحقيقه، لانها بتساعد حاجه اسمها كوردينيشن، ان مثلا طفل يمسك يد بتاعت اللعبه ويحاول ينشن على حاجات معينه او مثلا بيلعب فوتبول او كده، ده فيها شيء من التركيز القوي جدا، بتساعد فعلا التركيز، يعني ممكن تنمي جدا جدا التركيز. لبعض عايزه اقول لك ان في بعض الدكاتره بتوع اللي بيشتغلوا بايديهم في المهارات بره في امريكا نصحوهم الناس انها تاخد مثلا نص ساعه مثلا كل يومين انه يحاول الدكتور ده بنفسه يلعب لعبه من الحاجات اللي فيها دقه التنشين او الاداء او السكيلز، تنمي مهارات الرفيعه جدا جدا في الايدين وسرعه الاداء. فطبعا ده الجزء الايجابي. الجزء السلبي اللي هي فترات الطويله من التعرض للتكنولوجي دي، ان الطفل مثلا يقعد بالساعات طويله انه يركز في حاجه زي كده ويبقى فيها شيء من العنف بقى، اللي هي الألعاب العنيفة اللي فيها البوكسينج والعنف والضرب والحاجات دي، بتخليهم أولا ما يناموش كويس، بتخلي فيه منهم قطاع كبير جدا بيبقى عنده حاجة اسمها إفراط حركي، بيبقى عندهم هايبر اكتيف تشيلدرن اللي هم عندهم افراط حركي ما بيناموش كويس وبيبقوا اكسايتد جدا وبيتاثروا بالتكنولوجي ده. فلازم التكنولوجي يبقى مقنن. الاطفال اللي بتقعد على كمبيوتر فترات طويله بنلاقي منهم في منهم كتير جدا نخليها مثلا فتره معينه او عدد ساعات معين بحيث ان هي تبقى كفايه، ما تبقى اولا لا تجور على ساعات النوم وما تبقاش ايميديتلي او مباشره قبل ساعات النوم، لانها بقول الحاجة بتعمل افراط في الحركه زياده ما تخليهمش يناموا نوم عميق. والحاجه الثانيه انها تبقى مقننه، لان كمان استعمال الكمبيوتر فترات طويله والحاجات التكنولوجي ساعات بتاثر على النظر، لان التركيز فترات طويله جدا والقرب من الشاشات دي طبعا اكيد بياثر على النظر. بعض الامهات يا دكتور يعني لما تكون مشغوله في البيت او عايزه تعمل حاجه في البيت بتحط الطفل قدام تشغل تفتح له التلفزيون وتحطه وتسيبه بقى بساعات طويلة. يعني قدام الكرتون، والكرتون ده فعلا بيبقى يا اما في ضرب وعنف، يعني اكيد بيبقى تاثيره سلبي على الطفل. هي لازم تختار بحرص، يعني هي تختار نوعيه الحاجات اللي هي بتتفرجها له وتختار ساعات الزمن المحدده اللي هيتفرج عليها. يعني زي ما قلت حاجه كده، لا تجور على ساعات النوم، لا تجور على ساعات السبورتس الحركه انه الطفل يتحرك. مش معقوله ان انا اجيب طفل اقعد اكله بالساعات قدام التلفزيون لحد ما يبقى اوبيز او في سمنه زائده وما بقاش في حركه كفايه، وبستغل الساعات الطويله دي ان انا يعني اضيع وقت طويل بالنسبه له. طبعا ده يعني مش صحيح. لكن احنا بنختار قطاعات معينه من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها ولازم يبقى فيها ايجابيه. يعني انا اتفرج على
الفيلم اللي هوريه له، هل هيخرج بيه برساله محدده برساله ايجابيه هيتعلمها الطفل يا اما لا، لان انا بسيبوهم الناس فترات طويله حقيقه قدام التلفزيون والولاد بقت تتعلم تلف وتدور وتحط وتبقى عارفه حاجات محدده، وفي منهم بيبقوا متشددين جدا يشوفوا الافلام اكتر من مره، اذا كان فيه هو حاجه عاجباه بيشوفها اكتر من مره بالحاح شديد، اعتقد ده برده ممكن ما يبقاش صحي. بالنسبه يا دكتور يعني دايما بسمع ان هو اهم 3 سنين، اول 3 سنين في بدايه حياه الطفل دول بيبقوا اهم 3 سنين في حياته، وفي السن ده ممكن ان هم يبداوا ان هم بيروحوا الحضانه، الحضانه بيعتبر اول محيط خارجي بيبقى بيتعامل فيه غير البيت اللي هو متعود معاه مع امه او اخواته، فيعني تنصحي ايه اللي هو الام لان هي تختار المكان الكويس اللي هو هيناسب الطفل ينمي قدراته ويطورها، تنصحيها بايه ازاي يعني تختار مكان زي ده؟ انا من الناس اللي بشجع جدا يعني مروح الحضانه، انا شايفه انها اختلاط للطفل بالمجتمع الخارجي وبدايه الاحتكاك قبل المدرسه، وده بيكسبه طبعا خبرات كبيره جدا، ان هو بيفضل مرتبط بالام والاب فترات طويله في البيت، ويبقى ده محيط داخلي وخارجي من غير اي اكسبوجر او تعرض خارجي، لازم الطفل يتعرض، دايما بشجع جدا الامهات انها تروح، وفي منهم امهات تقول لي ما هو هيعيا في الحضانه وهيضربوه ومش هيقدر يجي يتكلم ومش هيعبر ومش هيقول لي، انا شايفه طبعا ان ده اكتر القلق فعلا ان هم بيعيا كتير مش بيروح المدرسه كتير او هيضرب مش هيقول لي يعني طبعا. هو برضو احنا لازم نتفرج على الرياكشن بتاعه، تفاعلاته مع اللي حواليه واقرانه، وده بيديله شيء من السواسيه انه بيعامل جوه الحضانه زيه زي اقرانه، فده بيديله احساس ان هو يعني مميز داخل البيت، لكن خارج المجتمع هيبتدي يتعامل بنديه مع اقرانه في نفس السن. الحاجه الثانيه ان ميزه الحضانه انها تكتشف الايجابيات والسلبيات في الطفل، يعني ممكن طفل يكون قاعد فتره طويله جدا ما بيتكلمش، لما اوديه الحضانه يبتدي بقى جنب اقرانه، المدرسه تقول لي لا ده متاخر قوي في الكلام، ده يلفت نظر الام ان فعلا في مشكله، او تيجي تقول ان في افراط حركي زياده، تلفت نظر الام ان في مشكله، او ان الميموري عنده ضعيفه، فدي بدايه المرحله التاهيليه لدخول المدرسه، فتبتدي الام تحط ايدها على المشاكل اللي عندها او السلبيات اللي في ابنها عشان تحاول تصلحها قبل المدرسه، فانا شايفه ان طبعا الحضانه من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها ايجابيه، لو كانت طبعا حضانه نظيفه وبيترعى فيها الاسس الطبيه اللي فيها وفصل ما بين الاطفال اللي هم الصغيرين والسن، ما ينفعش تحط طبعا سن صغير قوي مع سن كبير قوي، ما ينفعش ان احنا نسمح اطفال عندها حراره انها تبقى موجوده في الحضانه او عندهم طبعا عدوى كما ذلك يعني. طيب اسمحي لي ناخد اتصال رشا. الو، اهلا بيكي رشا، مساء الخير، اهلا بيكي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا مع حضرتك، اتفضلي رشا. مساء الخير يا دكتوره. اهلا بيكي حبيبتي. لو سمحتي يا دكتوره، انا ابني عنده 7 سنين، من سنه كده في اول الفصل الدراسي ابتدت شكوى منه ان هو بيتحرك كتير وما بيسمعش الكلام، مش بيستجيب، فوديته لحد سايكولوجي فعملت له اي كيو، قالوا لي ان هو عنده فرط الحركه وقله التركيز، فالمفروض ان هو ياخد ادويه، فطبعا انا خايفه من الادويه، فوقفت فتره كده وقلت اشوف الدنيا هتمشي ازاي وهو لسه في كي جي 2، فقلت لسه الدنيا هاديه يعني، فلو الشكوى فضلت مستمره ممكن اديله من السنه الجايه. فالمدرسات دلوقتي هم قله الحركه ديت خلاص سيطروا عليها، بس عدم الانتباه ممكن يبقى مشتت يشغل اللي حواليه، فانا مش عارفه ممكن يبقى يعني قلة التركيز لوحدها من غير فرط حركة ولا لازم الاثنين مرتبطين ببعض، وهل الأدوية دي ليها تأثير على اللونج ران يعني ولا إيه، فأنا محتارة بصراحة. طيب شكرا على اتصالك يا رشا. ميرسي. هو رشا طبعا المشكله دي بتعاني منها امهات كتير فعلا. ان هو فرط الحركه وقدامها عدم التركيز. هو حياتك طبعا كويس قوي انها، وبالاضافه ان هو احيانا مش بيبقى عارفين ان ده حاجه صحيه ولا لا. كويس قوي ان احنا نشخص، يعني مهم جدا نص المشكله بتاعت الفرط الحركي ده هو التشخيص، لان الامهات طبعا في الاول بتبقى عندها دينايين، يعني هي بتنكر دايما تقول لك لا هو كده كويس، اصل هو بيبقى في البيت حلو وبره بيتشقى شويه، اصل مش واخد، تقعد تنكر قصه الافراط الحركي دي فتره طويله جدا، لحد ما تواجه بقى الحضانه او المدرسه، تلاقي المدرسه بتقول لها لا هو ما بيقعدش في الفصل، هو ما بيستفدش، هو بيعطل زملاته، هم بيخرجوه بره الفصل، فابتدينا يبقى في عندنا مشكله ليرنينج سابيتس، عندنا مشكله في التعليم نفسها في العمليه التعليميه. طبعا كل ما بنكتشفها بدري كل ما بيبقى العلاج بيبقى اسهل كتير حقيقي. لازم نفرق ما بين الفرط الحركي وما بين الاوتيزم، او اللي هم الاطفال عندهم شويه توحد بيبقى برضو عندهم شيء من الفرط الحركي، وما بين الاوتيستيك فيتشرز اللي هم برضو بيبقى عندهم زي ملامح من التوحد وبرضو ساعات بيبقى معاهم فرط حركي.
هي اللي عملته الاي كيو ده كويس قوي، يبقى احنا دلوقتي عندنا نص المشكله اتحلت، ان الاي كيو كويس، معامل الذكاء بتاعه كويس، يبقى عندنا مشكله في الفرط الحركي. بس ازاي نقدر نفرق يا دكتور بين فرط الحركه والتوحد؟ لازم حد اخصائي يشوف، لانها بتفرق كتير قوي الحقيقه. وطبعا الاوتيزم او التوحد بيبقوا متاخرين في الكلام من الاول، بيبقوا طبعا عندهم ميول ان هم يلعبوا لوحدهم، بيبقى الاي كونتاكت ان هو يبقى دايما يبص التوحد. يعني ليهم خواص مختلفه الحقيقه. لكن التوحد سوري اللي هو الفرط الحركي بدون تأثير على الذكاء، دي مشكلة ممكن تتحل عن طريق طبعا زي ما هي بتعمل كده، انها تركز جدا مع المدرسات، يبتدي يبقى فيه شيء من الطاقة او السبورتس تطلع فيها طاقة كويسة قوي، ده بيستغل كتير جدا من الفرط الحركي. النوم بانتظام، ساعات الراحة بانتظام، تنظيم الوجبات ده بيساعدها جدا جدا، وانها تقعد معاه تحاول عن طريق تدريجيا انها تبتدي تعمل معاه شغل في البيت، يعني مثلا تجيب العاب فيها نوع من انواع التركيز وتقعد مثلا نص ساعة في ساعة. طبعا هو مش هيبقى بالسهل قوي انها تعمل معاه مكعبات او انها تلون مع الام كمان، تلون معاه تعمل مكعبات، تبتدي تاخد معاه نص ساعة، بعدين يبقوا ساعة، بعدين ساعة ونص، ده بيزود عنده التركيز اللي بيقلل المشاكل اللي هي بتتعرضها. لو فشلت لفترة مثلا، لو ادت نفسها حوالي 3 اشهر او ماكسيمم 6 شهور وما تحسنش، لا احنا بنلجأ فعلا لبعض الادوية لفترة قصيرة مش فترات طويلة المدى، ما بيقلهاش تأثير سلبي جامد، لكن بتجيب ساعات نتائج كويسة جدا بالنسبة للفرط الحركي. طب بالنسبة للفرط الحركي يا دكتور، هل في اسباب صحية بتؤدي لفرط الحركة، بحيث ان هو كأم ممكن ان هي في يعني مع بداية طفلها وهو في سن صغير ممكن تلاحظ الموضوع ده وممكن تعالجه من البداية بحيث ان هو تساعده ما يستمرش لغاية دخول المدرسة، وبالتالي ما يركزش في المدرسة، وممكن ان هو يبقى يعني مستوى اقل من الاطفال التانيين؟ والحقيقه لحد دلوقتي الناس للاسف شديد ما بتشخصهاش او ما بتكتشفهاش الا لما تيجي تقدم في المدرسه. تيجي تعمل المقابله يقول لها لا مش نافع، مش راضي يقعد، مش راضي يسمع، مش راضي يتكلم معاهم، مش راضي كوردينيت معاهم، سابهم وفتح الباب وطلع يجري بره. فدي للاسف بيواجهوها مع دخول المدرسه. انا طبعا بتمنى انها تبقى بدري، ما هو الام بتواجه نفسها، الطفل ده مش بيقعد على رجليه، يعني مش قصدي مش بيقعد يعني بقول لك هي بتعتبرها نشاط وانه عايز يخرج وانه هو ده الطبيعي وهو نشيط قوي يعني هي للاسف شديد زي ما بقول لك كده معظم الناس ما بتشخصهاش بدري او الام ما بتلتفتش ليها بدري. طبعا هي ليها اسباب كتير جدا، من الاسباب اللي بتعملها الاطفال حديث الولاده المبتسرين اللي هم بيبقوا قعدوا فتره كانوا الخدج اللي هم ناقص الوزن وناقص النمو وقعدوا في محاضن كتير، في منهم نسبه كبيره جدا جدا بيبقوا هايبر اكتيف بعد كده، او بيبقى عندهم فرط حركي. دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير ولازم تتدارك وتتشخص بدري علشان برضو تعالج بدري. زي ما قلت حضرتك كده الناس دي بتبقى محتاجه زي سيشن، زي جلسات نفسيه تعليميه عشان نقدر تاني نرجع بالوضع الطبيعي للطفل من غير الفرط الحركي ده. معانا اتصال تاني، نهال. ايوه الو، مساء الخير. مساء الخير يا نهال، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال. طيب حاولي تتصلي بينا مره تانية. بالنسبه للادويه دكتور، يعني كان اتصال برضو من ضمن اسئله فات، ان هي الادويه اللي بتتاخد عشان فرط الحركه هل ليها اثار جانبيه او اي مضاعفات، ولا هتفيد الطفل هتقلل نسبه فرط الحركه عنده؟ كل دواء له مشاكله. كفايه الكومبتنس، يعني ايه الكومبتنس؟ انك تبقي مضطره انك تدي دواء لابنك كل يوم ومش عايزه تنسيه وحاسه لو نسيه هيبقى في مشكله، ده لوحده ده قصه، يعني ده يعتبر مشكله بالنسبه للادويه. الحاجه الثانيه، في بعض الادويه دي انها بتعمل شيء بقى عكسي، بتخليهم يبقى عندهم شويه خمول زياده، فطبعا بتبقى عايزه زي بالانس او ضبط ما بين ان هو ياخد ادويه كتير يبقى فيها خمول، او انه ما ياخدش يبقى فيه فرط حركي كتير. فعشان كده دايما بنصح الامهات ان هي تتعامل معاه نفسيا عن طريق ممكن اخصائي يساعدها او اخصائيه تساعدها، وهي تركز جدا فتره 6 شهور الحقيقه بيخرجوا من قصه الفرط الحركي دي بايجابيه كويسه جدا، في معظم الحالات ما بيحتاجوش ادويه. معانا اتصال تاني، مدام مها. الو، اهلا بيكي مدام مها، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ مع حضرتك طبعا، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا ابني عنده 3 سنين ونص وبحاول اوديه حضانه بس رافض جدا. بيعيط جامد ومش عايز يروح. اعمل معاه ايه؟ حاضر، هنجاوب على اتصالك، على استفسارك. يعني بيعيط بطريقه رخمه، يعني مش عايز يروح خالص. خالص يعني. حاولت معاه واقول له هنروح الملاهي، طب اجيب لك كذا، اجيب لك لعبه، رافض. طيب ليكي اي سؤال ليها يا دكتور؟ يعني مها، انت ده الابن الاولاني؟ لا، ده الاخير الثالث. والولاد اللي قبل كده كان عملتي معاهم ايه يا مها؟ لا برضه اخوك كبير، هو حاليا ثانويه عامه فما راحش حضانه، رفض برضه.
برضه رفض. فدخلته على المدرسه على طول، اخته برضه اعداديه دخلت على المدرسه على طول. هو طبعا ما بشكرك على اتصالك معه وتابعين. هي مشكله فعلا يا دكتور ان الامهات، وحتى انا واجهتها في بناتي لما في الحضانه دي بتبقى ماساه يعني طبعا. والام بتعاني والطفل بيعاني. فيا ريت حضرتك تقول لنا هل في طريقه سحريه؟ اختيار الحضانه لازم يكون اختيار جيد، لان برضو في بعض الحضانات ما بقاش فيها اي عامل جذب للطفل نهائيا، يعني بتبقى سجن بالنسبه له. لكن اختيار الحضانه، التوفيق في ان الناس بتبقى موجوده في الحضانه بتبقى ناس يعني عندهم سكيلز وعندهم مهارات في التعامل مع الاطفال، دول لوحدهم ممكن بيجتذب الاطفال. انت دايما بتشوفي في قطاع كبير جدا من الاطفال تقول لك مش عايز يروح من الحضانه، بيعيط عشان ما راحش الحضانه، يعني العكس موجود. فده معناته ان احنا اختيار الحضانه مهم جدا جدا. التعامل النفسي مع الام، هو طبعا هي وصلت 3 ونص ده برده تاخر قوي، خلاص حصل كلوز اتاتشمنت، هو ما يقدرش ما يشوفهاش قدامه في الفتره الاولانيه. وبعدين طب ليه يعني انا ليه اروح اتبهدل في حضانه وما اشوفش امي وانا بقيت 3 سنين ونص معاها؟ يعني يبقى الطريقه الصحيه دكتوره يعني ان هو مش مره واحده تسيب الطفل لكن المفروض يجي بالتدريج، يعني ان هي الام تقعد معاه لازم فتره معينه في البدايه، وبعد كده ان هو ينفصل، لان يعني نقطه الانفصال دي من الام عن الطفل دي هي اللي بتبقى ماساه، وبتبقى عايزه تدريب للاثنين طبعا. وعايزه هو طبعا 3 سنين ونص ابتدى يفهم، فهي ممكن تتكلم معاه كويس قوي. وزي ما بقول لحضرتك كده، الاختيار الجيد للحضانه والاشخاص القائمين عليها قد ايه بيعملوا عمليات جذب للاطفال. معانا اتصال تاني، مدام نهال. ايوه اهلا، مساء الخير، اهلا بيك، اتفضلي. انا ابني 3 سنين و6 شهور. ايوه بس بيزن دم خواطر وكل حاجه بيطلبها بعياط، ويعني كل حاجه بيطلبها بعياط، مفيش حاجه حتى الميه بيطلبها من غير عياط. رايحته النيرسري ووديته نيرسري ثانيه ووريت قلت لهم المشكله وهم بيحاولوا يعالجوها، بس برضه انا مش شايفه نتيجه. طيب ليك اي سؤال ليها يا دكتور؟ لا هو طيب يعني بشكرك بشكرك على اتصالك وتابعين. برضو احنا فكره التعامل مع الدكتور النفسي بالنسبه لنا السن ده هو سن الزن. من 2.5 لـ4 ده بيبقى فعلا سن الطفل يعني زن وعياط ومفيش اي طريقه اخرى. زي ما بقول لحضرتك كده احنا يعني التعامل مع زي الطبيب ما النفسي عارف ان الزن سلاح بالنسبه له، انه هيقدر يوصل بيه اللي هو عايزه. يعني زي ما بقول لك كده لازم يعني برضو ما ناخدهاش على انها زن بس، يعني برضو تبقى ممكن مشاكل داخليه. احنا بيتهيألنا الاطفال دي ما بتحسش وما تفهمش. انا عايزه اقول لحضرتك الطفل داخل رحم الام بيفهم ويحس، يعني فاحنا بنتغاضى عن فكره ان الطفل ده له احساس وله خلفيه عقليه ليها افكار محدده وليه مخاوف داخليه جواه وليه طريقه في اثبات وجوده، ان هو مثلا لما بيعيط لما بيتنرفز ده بيحصل على اللي هو عايزه. فقصدي احنا بنتعامل معاه لان هو طفل لا مش فاهم حاجه، لازم نحترم هو عايز ايه ونتناقش معاه. لازم يعني مش شرط ان انا عايزه كذا يبقى انت لازم تعمل كذا. انا عايزه اقول لحضرتك من الحاجات اللي احنا بنشوفها وده كلام طبي مش اجتهادات، ان في بعض الاطفال عشان توصل اللي هي عايزاه وفي سن ايه سنه ونص وسنه وثلاث اشهر بيخبطوا راسهم مثلا في الارض او يعيط جامد جدا جدا. في منهم اطفال بيعملوا حاجه اسمها بريس هولدنج اتاكس، يعني ايه؟ ان الطفل يمسك نفسه ويزرق من كتر العياط لحد ما الاكسجين في جسمه يقل والكربون دايكسيد بيزيد في جسمه وبعدين ياخد نفس تلقائي، ده بيسموها بريس هولدنج اتاكس. فدي حاجات تخيلي بقى كل ده ارادي هو بيعمله غصب عنه بس بيعمله ارادي. فكل ما بتدي اهتمام اكتر للحاجات دي كل ما هتلاقي الموضوع ده الامهات تيجي تقول لك بيخبط راسه في الارض لحد ما يتعور او بيمسك بيزرق مني بيزرق او بيتشنج او يعني هي طبعا بتبقى مخضوضه جدا من المنظر. لو حضرتك شفتيه المنظر ده هتقولي ده طفل بيتشنج بيموت، وتطلع حاجه اسمها بريس هولدنج اتاكس، ان هو من كتر ذكائهم وعايز يلفت نظر الام بطريقه عنيفه جدا جدا فبيعيط جامد وبيمسك نفسه قوي لحد ما تورن له. ممكن الطفل يعني يعمل الموضوع ده من سن كام؟ سنه وشهرين يبقى عنده القدره ان هو يعمل يبقى فاهم ان هو عايز هو حاجه هو جرب مره ان هو بيوصل معاكي لاقصى درجات الاثاره للام بخبط راسه بالعياط بالبريس هولدنج، وهي طبعا بتبقى ملهوفه جدا فحاسس ان ده تريجر كويس. زي ما بيقولوا مثلا ان هو البيبي كل ما بيبقى بيعيط مثلا من غير سبب وانت بالام بتيجي تجري عليه بيعلي صوته مع الوقت، كل شويه يعلي صوته لحد ما الام توصل، اول ما توصل ممكن يقلل صوته. فهو الناس بتتعامل معاهم على انهم طفل، لا هو طفل وعنده برين وبينمو وعنده ذكاء وعنده ميموري كل حاجه. طيب بالنسبه للدكتوره لما يعني احيانا الام لما تلبي كل طلبات الطفل عشان بس ان هي تستريح من الزن، ده بيبقى نوع من الدلع الزيادة، ممكن يبقى ليه أثر سلبي أو أثر عكسي غير اللي الأم عايزة، إن هي بتحاول إن هي ترضيه وفي نفس الوقت إن الطفل ما يعيطش أو يزن يعني زيادة،
فايه هي الحدود اللي ممكن الام تلتزم بيها عشان ما يقلبش بطريقه عكسيه بالنسبه طبعا للطفل؟ احنا معظم الامهات بتشتغل والوقت اللي فاضي للاستثمار مع الاطفال طبعا اكيد قليل، مش زي السيدات بتبقى قاعده في البيت كتير. هتلاقي ام مثلا راجعه من الشغل تعبانه جدا جدا، وابنها بيزن مثلا على الموبايل بتاعها على اي حاجه وهو طفل، ويروح ماسكه هيروح رميه في الارض. طب هو بيزن مره اتنين تلاته، طب خلاص خده. ده طبعا لا تنميه يعني زي ما احنا اتكلمنا في الاول، ولا تنميه مهارات ولا تنميه ادراك ولا حاجه خالص. احنا بننمي ستبرن، طبع في خشونه من الاطفال وفي عناد بينمو بالتدريج، طبعا ده حاجه خاطئه. لازم يبقى في شيء من الحوار، حتى لو كان طفل عنده سنه زي ما قلنا كده، سنه وسنه ونص، لازم يبقى في شيء من الحوار. هو بيزن على حاجه محدده، يا اما بالهدوء هتقنعيه، يا اما هتلفتي نظره لحاجه ثانيه عشان ما يتحققش مراده اللي هو عايز. هو كل ما بيعيط وبيزن وبيعمل لها اريتيشن، هي غصب عنها بتبقى فدا، بتبقى استنفذت طاقتها من الصبر وتعصبت وبتسيبه يعمل اللي هو عايزه. ومن هنا بيبقى بينمو عنده التعنت والقدرات السلبيه انه يقدر يحقق اللي هو عايزه. طيب معانا اتصال رشا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي دكتوره من فضلك. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي ابني عنده 6 سنين ونص، عنيف جدا، ودايما في شكوى منه في المدرسه. لعبه كله مع اصحابه ان هو بيضرب، وظهرت عليه حاجه جديده دلوقتي ان هو بيجي يكذب وبيألف لي حكايات، واجي اسال عليها الميس في المدرسه تقول لي لا ما حصلش، ما حدش عمل له كده، مع العلم ان هو سلم متاخر جدا. ولحد دلوقتي عنده اوقات كده الاقيه بيتكلم كويس جدا، واوقات الاقيه في تقل في لسانه بيطلع الكلمه بالعافيه. طيب ليكي اي اسئله ليها يا دكتور؟ لا. طيب بشكرك على اتصالك يا رشا. شكرا. شكرا. محتاجه تروح لحد طبعا، لان هي عندها اكتر من صفه سلبيه. اولا مشكله في الكلام، speech disorders، عندها مشكله في التركيز، العنف اللي موجود، طبعا الكذب، الحاجات دي كلها سلبيات مجتمعه. لكن برضو عشان انبه ان مش كل طفل بيكذب على امه او كل طفل بياخد حاجه من وراها ده يبقى عنده مشكله مرضيه، لا، كل طفل في مراحل حياته بيعدي على انه ممكن يكذب عليها وانه ممكن ياخد حاجه من وراها او ياخد حاجه من صاحبه او من اي حد. دي حاجات بتبقى في تطورات الاطفال طبيعيه، لكن لازم يبقى معاها رد فعل ايجابي من الامهات. لكن ولازم الام تبقى مراقبه الموضوع ده كويس جدا عشان ما يبقاش زياده عن اللزوم، فبالتالي ان هو تبقى عارفه ده حاجه صحيه ولا حاجه. بس هي عندها اكتر من سلبيه، محتاجه الحقيقه مجتمعين على بعضهم كده، محتاجه ان احنا نستشير حد من الاطباء النفسيين، لان احنا فعلا ممكن يبقى عندنا مشكله بدليل ان هو الكلام بيبقى فلوينت او كويس فترات، وبعدين بيحصل سبيتش ديس اوردر فترات. لا، دي مهمه جدا انها تتابع مع حد. بس حتى يا دكتور لو الطفل فتره ان هو كان بيتكلم بطريقه كويسه وصحيحه وما عندوش مشكله، يعني ممكن يحصل مشكله ان هو يحصل ان هو عدم القدره على الكلام. ده ادعى زي الاطفال مثلا اللي بيبقى عندهم مشكله في التبول اللا ارادي، بيبقوا كويسين جدا جدا ويجيلهم مثلا اسبوع عنده مشكله. دي بقى مش مشكله عضويه، لانه قدر يقعد اسبوع ناشف ما عندوش تبول لا ارادي، وجاله اسبوع حصل له مشكله نفسيه ودخل في تبول لا ارادي. ده المتقطع ده اللي بيبقى بيلفت نظرنا اكتر انها فيها مشكله نفسيه. استاذ الدكتوره اميره، بشكرك لوجودك معانا وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها ونورتينا. ميرسي جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، اتمنى تكون الفقره عجبتكم واستفدتوا منها. فقراتنا لسه ما خلصتش، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.